السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير يا ربي. وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم. اليوم غادي نشارك معكم واحد البانكيك اللي كيجي رائع في المذاق وحتى المنظر ديالو، وسهل يا البنات دغيا كيوجد. وما ننساش كنشكركم بزاف على لي زابوني اللي تزادوا لي في القناه، كل ما تزاد واحد جوج ثلاثه كنفرح بزاف. دابا غنخليكم مع الوصفه. غنحتاجوا فيها بيضه، كاس اونص ديال الحليب، 4 كاس ديال السكر، 4 كاس ماشي نص كاس، 4 كاس ديال السكر، 4 كاس ديال الزيت، جوج كؤوس ديال الدقيق، واحد فاني سكر فاني، واحد خميره ديال الحلوه، قبيصه ديال الملح، قبيصه الملح، وقشور ديال الحامض. تقدروا يا البنات تستغناو على قشور الحامض، ولكن كيعطي واحد المذاق زوين في البانكيك. تكتفيو الا بغيتو تكتفيو غير بسكر الفانيلا. دابا وغنحتاجو في التزيين غنحتاجو نوتيلا وغنحتاجو لاسي، اختياري يا البنات، التزيين كيبقى اختياري. تقدروا ترفقوا البانكيك ديالكم مع اي حاجه بغيتو. دابا غنبداو بسم الله. نديرو البيضة، نديرو السكر. الا يا البنات بغيتو تضاعفو المقادير تقدروا تضاعفو المقادير، ديرو نص نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، وجوج ربعة ديال كؤوس ديال الحليب. كما قلت لكم يا البنات تقدروا تضاعفو المقادير، ديرو نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، 3 ديال كؤوس ديال الحليب، في 4 ديال الكيسان ديال الدقيق. انا درت الكميه، درت نص الكميه، نتوما لكم الاختيار. دابا درنا البيض، درنا السكر، ودرنا الفاني، غادي نخلطو، نخلطو مزيان ونضيفو الزيت. يا البنات ما خلطت البيض مزيان حتى داب لي داك السكر والفاني. دابا غنديرو الزيت، 4 كاس، وغنخلطو وغنزيدو كاع السوائل اللي عندنا. غنزيدو الحليب، دابا غناخدو قشور ديال الحامض، ويجي شويه باش ما تجيش مره بزاف، ويجي شويه كيحيد داك الزفوريه ديال البيض، وكيعطيها واحد المذاق زوين ديال النكهه ديال الحامض. اختياري، ما بغيتوش تقدروا تستغنوا عليه. غنزيدو واحد شويه، دابا غنخلط. دابا غنبداو نزيدو دقيق بشويه بشويه، راه دقيق الدقيق راه ديجا مغربل. دابا غندير شويه ديال الملحه، راه نسيتها كنت غادي نساها، غير شي شويه قليل ماشي بزاف. غنخلطو وغنديرو الدقيق وغنديرو غنديرو الدقيق وغنديرو واحد الخماره. غنديرو الخماره واحد وحده، بعد يا البنات ما خلطت جميع المكونات اللي عندي. دابا ها هو القوام اللي تحصلت عليه،
تقريبا بحالو بحال الكيكه، ما خصيش يكونش جاري بزاف وما يكونش قاصح بزاف بحال هكا كما كتشوف. دابا راه سخنت المقله فوق العافيه تسخن وغنبداو نطيبو. دابا يا البنات غنبداو نطيبو، غناخذو المغرفه بحال هكا. انا درت مقله صغيره وانتم الحجم ديال المقله كيبقى اختياري، ولكن انا كي كنفضل كنفضلهم صغارين حسن كيجيو زوينين وحتى المنظر ديالهم كيجي راقي بهذه الطريقه. دابا حتى تشوفوا هاد الفقاعات الفوق يبقى يبان شي شويه بدا كيطيب عاد نقلبوه. ها انتما كيما كتشوف دابا يا البنات منين طاب من التحت دابا غنقلبوه كياخذ هذا اللون الذهبي كيجي رائع. البانكيك ديالنا وجد طيبناه كامل وسوقناه في بنوتيلا. التزيين كيبقى دائما اختياري، ذوقوه باش ما بغيتو، وداكشي اللي متوفر في الدار اما الشكلاط اما العسل اما اي حاجه تقدروا ديروا لا كريم فريش وديروها وسط منه فواكه كذلك، داكشي كيبقى اختياري. دابا غنخليكم على خير وما تنساوش دعمونا بلي لايك ودخلوا عندنا القناة وديروا أبوني وديروا شي تعليق زوين علاش لا، وكنشكركم بزاف وغنخلي لكم الانستغرام ديالي في صندوق الوصف.